أما آن الأوان أن نستحي ونحن كلنا تقصير وإسراف وذنوب؟ لماذا لا ننظر إلى حال الصالحين؟ فمثلا مولانا أمير المؤمنين عليه السلام كان يغمى عليه عند مناجاة الحق جل وعلا. استمع لهذه الرواية وتفكر بها. يقول أبو الدرداء إن أمير المؤمنين عليه السلام أغمي عليه وصار كالخشبة بعد أن كان يناجي الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات التي حقيقة لو نلتفت إلى مضامين عباراتها خصوصا ونحن محتاجون لمثلها في أيام حياتنا وخاصة في ليالي القدر، كان سعدنا حتى وإن لم نصل إلى مرتبة الإمام ولن نصل، لكن على الأقل نسير على خطاهم. هو هذا الاقتداء الحقيقي، هو هذا الاقتداء بكل شيء. يقول عليه السلام: إلهي أفكر في عفوك فتهون علي خطيئتي، ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم علي بليتي. آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها، فتقول خذوه فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته ولا تمنعه قبيلته. آه من نار تنضج الأكباد والكلى، آه من نار نزاعة للشوى، آه من غمرة من لهبات لظى. أين نحن من هذه الآهات، آهات أمير المؤمنين عليه السلام؟ هذه فرصة ليلة القدر الثانية. يقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام: التمسها في ليلة 21 أو 23. ارفع يديك إلى مولاك واطلب العون منه لإحياء هذه الليلة المباركة. اطلب المدد من صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهناك طريقة سهلة وعظيمة في إحياء هذه الليلة. مثلا اذكر فضائل أمير المؤمنين عليه السلام واستمع لها، أو احضر مجلس فيه ذكر أمير المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى جعل لأخي علي بن أبي طالب فضائل لا يحصي عددها غيره، فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرا بها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولو واف القيام بالذنوب الثقلين. ومن كتب فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة رسم. ومن استمع إلى فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع. ومن نظر إلى كتابة في فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر. هناك أشياء ممكن تفعلها بلا جهد كبير وبلا تعب وتحصل على أجر عظيم، وهذه واحدة منها. مثلا أيضا وأنت تسمع أو تقرأ كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول: حق علي بن أبي طالب على المسلمين كحق الوالد على الولد. أولا أنت كسبت حسنة بالاستماع أو القراءة، وهذه فضيلة وأنت مقر بها أيضا ومصدق. وثانيا ستنتبه وتفكر بهذا الكلام، هذه أيضا حسنات. تقول أمير المؤمنين مثلا عليه السلام: له حق الوالد علي، وحق الوالد البر والطاعة والاستماع لكلامه. إذن هل أنا بار بهذا الأب الرحيم، مطيع له، مستمع لكلامه، أبحث في كلامه في نصائحه وأطبقها على حياتي أم لا؟ إذا لم أفعل إذن أنا عاق والعياذ بالله. بهذه الطريقة من التفكير ستبدأ بمراجعة حساباتك من جديد. هذه واحدة من فوائد الاطلاع على منهج أهل البيت عليهم السلام. وأنت تفكر بهذه الأمور بالحقيقة أنت تتعبد، وهذا شكل من أشكال العبادة وشكل آخر من أشكال البر. فأعظم الله أجورنا وأجور المؤمنين بفقد أمير المؤمنين عليه السلام واستشهاده. أمير المؤمنين خير خلق الله بعد رسوله الكريم.